مستمعينا الكرام، صباح النور عليكم، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو وبرنامجكم صحة وسلامة. صباح النور، صباح الصحة والسلامة، تحية وطنية لكل مغاربة في هذا الصباح هذا، وحنا كنحتفلوا بعيدنا الوطني ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال. ف الله يدوم علينا نعمة الأمان والأمن والسلام، والله يدوم علينا نعمة الاستقلال طبيعة الحال، ويجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائرة في اتجاه صحيح. كنوجه تحية لكل أوفيان وكل مستمعين، وكنتمنى لكم عطلة سعيدة ويوم سعيد، وحنا معكم طبيعة الحال في هذا اللقاء المباشر. كنقول لكم صباح النور عليكم، إلا كنتوا لحظة على مائدة الإفطار شهية طيبة بصحة وراحة، إلا كنتوا على الطريق خارجين مع الوليدة هذا الصباح ولا عندكم شي بروغرام كنقول لكم طريق السلامة، وإلا عاد بديتوا النهار ديالكم اليوم ما فيها بس واحد يصبح شوية مرتاح، إلا عاد بديتوا نهاركم تنقول لكم صباح الخير. ومعنا كالعادة ككل يوم أربعاء الدكتورة نائلة درعو، أخصائية في الأمراض الجلدية والشعر والأظافر. مرحبا بك نائلة، صباح الخير. صباح النور، صباح النور، كل سنة وأنت طيبة. وأنت ذلك ان شاء الله. مرحبا بك، اليوم واخا في غير خدمناك انا الى افيك بليزير. مرحبا مرحبا، مشرفه منوره. لا الى اليوم غنتكلموا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، هو بصراحه هذا الموضوع راه ماشي غير عند وليداتنا، حنا ربما اليوم غنتكلموا على وليداتنا، ولكن هذه المشاكل مع هذا البرد وهذا العمش البرد قاصح كتبان عندنا كاملين، سورتو اللي عندهم لابوساش او اللي عندهم البشره جافه. كيبانوا عندنا بزاف ديال الحساسيات الجلديه، الواحد تيبدا يحك واخا ما تكونش باينه عليه شي حاجه، كيكون داك تحس بعضها محرشين اولا باللحم ديالو حرش، واخا يكون كيضغطي بحال الوليدات مثلا. للاسف هذا البرد كيقدر يبان عليهم، لانه اليوم احنا غنتكلموا على الحساسيه عند الاطفال، تقدر تبان بقع حمراء وحرشه، كتقدر تبان في بعض الحين كتبان لك لابو ديالهم بحال شارفه، نشفه بزاف. يعني بزاف ديال المشاكل اللي كيبانوا دابا في الصيف كيكون مشكل، وفي البرد بزاف عاوتاني كيكون مشكل. ملي كنتكلموا على الحساسيه، وقتاش يمكن انكم تشخصوها كحساسيه جلديه عند الاطفال او عند البالغين، يعني كحساسيه جلديه، ووقتاش يمكن اننا نتعاملوا معها بعد بطبيعه الحال بعد الاستشاره الطبيه بطريقه اللي تكون وقائيه اللي بغينا نقولوا. فعلا الوغ ديجا افكتيفمون اليوم غنتكلموا خاصه على الاطفال، لان حتى في البرد الناس الوليدات اللي كيعانيوا من شوفيه في البشره ديالهم كيعانيوا اكثر في هذه الوقيته ديال البرد. كنعرفوا ان دابا كلنا كيف ما شرتي كنعانيوا من شوفيه في الحيمه ديالنا، عاد ما كنقدروش بسهوله نتقبلوا اننا ندهنوا يوميا، لان او ميم طون كيكون البرد حتى في الديور مثلا، هادشي اللي كيخلي ان النشوفيه كتزيد كتكثر، عاود كيكثروا بعض لي زابيتود، لان كاين بزاف ديال الناس ما كيقدروش يبقاو يعوموا في الدار بحكم ان كاين البرد، وكيبداو يمشيو للحمام بطريقه غير عاديه، يعني اكثر من مره مثلا لا نورمال هي مره في الاسبوع، ما كنشوفوا دي جون اللي كيوصلوا لجوج حتى لثلاثه د المرات كيحاولوا يقلبوا على شي مكان اللي هو سخون اللي غادي يرتاحوا فيه ولا يقدروا يعوموا فيه بخاطرهم. مي مالوغوزمون غنبداو بالحمام، الا كانت سخونيه بزاف زائد لي زابيتود حنا اللي كيداروا تما استغ الحكان، وغنعاود نحك وغنعاود هذا وندير شي مواد اللي غتقدر تنشف لي الجلد، دوك سكيفي كنحسوا بالنشوفيه كتزيد كتكثر، هادشي اللي كيخلي في البرد ان النشوفيه كنشوفوها بكثره. عند الاطفال الحساسيه الجلديه ديال الاطفال هو موضوع اللي هو للاطفال، اليوم غنهضروا غير على الاطفال ان شاء الله، غادي نعرفوا بانه تقريبا كيبدا مبكر في الزياده ديال الاطفال، تقريبا من 6 شهور كنبداو نشوفوا واحد العلامه ديال النشوفيه في البشره ديال هاد الاطفال، واللي كتقدر كتبان لنا بطريقه كثيره حتى ل 2 تاع 4 سنين 5 سنين من غير النشوفيه، اللي هي كيف ما شرتي بحال الحروشيه، بحال لابو كتبان لنا مبورشه، يعني الرويصات ديالها بحال واقفين، كنشوفوها بحال فيها واحد لاكوش بحال شهبه بحال فيها الغبره، ولا غادي يحيد منها بحال القشاشرات، دوك هادو كلهم علامات تاع النشوفيه، ما كتبقاش غير النشوفيه ولكن كتزاد عليها حساسيه. هاد الوليدات كيكون عندهم استعداد جيني، يعني مخلوقين بهذاك الاستعداد باش تكون فيهم هاد النوعيه تاع الحساسيه الجلديه واللي كتسمى لا ديرماتيت اتوبيك، يعني خليقه في ذاتهم. هاد الوليدات كتقدر تكون عندهم كذلك حساسيات اخرى، اول حساسيه كتبان في السن ديال الاطفال هي الحساسيه الجلديه، من بعد كتبدا تبان لنا حساسيه مثلا في النويفات مخنوقين، كتجيهم واحد الكحبه ناشفه. كنعرفوا ان بزاف الاطفال كيعانيوا في هاد السن تقريبا من سنتين الفوق بهاد الكحبه اللي كتخرجوا للمدرسه اللي كتشبه بحال مثلا الربو، ما كنعرفوهاش واش ربو واش حساسيه ولا هذا، كيعانيوا بزاف الاطفال بزاف هاد السن. من بعد عاد ابخي 6 سنين كيقدر يديكلاغا هذاك لازم او مرض الربو اللي كنعرفوه، دونك هاد الوليدات
الناس يمكن يكون عندهم حساسيات اخرين من غير هذه الحساسيه الجلديه. الوغ من غير داك الاستعداد الجيني اللي عندهم اللي هو ان باش تولي عندهم ليكزيما, ومن غير داك الاستعداد الجيني اللي هو ان لابو ديالهم ناشفه بطريقه غير عاديه, الا كان الاحتكاك بشي مسائل خارجيه كتبدا تبان لينا هاد ليكزيما. ليكزيما حتى هي الشكل ديالها على حسب السن, غالبا ما كتكون في السن في الاول على شكل بقع حمراء كتبان لنا بحال المنبله من الداخل. دي فوا ما كنشوفوش ديك التنبيله الصغيره ديالها, ولا كنشوفوها غير ان بحال شي حاجه مقشره كتعطينا واحد الحكه كثيره. يعني ملي كنشوفوا الحكه كنعرفوا بان هاد خصنا نعرفوا بان كاين شي مشكل في الجلد, لان الحكه تقريبا هي لو سين الاساس اللي كنشوفوه بزاف الامراض الجلديه. دونك هادوك الوليدات كيكونوا طايبين اكثر او فيهم ديك الحموريه في لي بلي ديالهم, سيتادير في المرافق من وراء الركيبات, في الوجه ديالهم كتبان لنا حموريه وحروشيه في الوجه. ليكزيما تقدر تكون في لوكور كله, تقدر تكون ضايعه في منطقه, وكنعرفوا في هاد السن كتكون حتى لاكوش, وتقدر تكون لنا حساسيه لديك الماده اللي كاينه مثلا في لاكوش. دونك يكون عندهم الحكه, ليكزيما, عدم الارتياح في الليل, كيلوحوا مثلا الغطاء ديالهم ما كيقدروش على الصهد بزاف, وفي البرد كنحاولوا نسخنوهم اكثر لان كنخافوا هما اللي يضربهم البرد. كيفي كان داكشي علاش اليوم ان شاء الله غنعطيهم مجموعه ديال النصائح قبل انني نمشي للطبيب, ملي غتكون عندي واحد لاكريز في الحيمه لان كنحك بزاف, ولا كيبان لي الوليد ولا معصب لان ما كينعش في الليل مزيان وكيفيق في الليل وكيبغي يحك, ولا كتبان لي كطلع ليه السخانه, ولا عنده شي حاجه غير اعتياديه ماشي غير بقات غير نشوف فيها في الجلد. انا بيان سور خصني نمشي للطبيب, ودابا الحمد لله الطبيب المتخصص في الامراض الاطفال حتى هو كيعرف كيفاش يعالج هاد لا ديرماتيت اتوبيك من غير الطبيب المتخصص في الامراض الجلديه, وكذلك الطبيب اللي عنده ديبلوم ديال الطب العام. دونك لان يعني عارفين بان هادو من المشاكل الكثيره اللي كتجي للاطفال. نعم, اذا احنا دائما في استقبالكم مستمعينا الكرام واسئلتكم, وحديثنا اليوم كيتواصل وكيستمر على الحساسيه الجلديه عند الاطفال. غادي نرجع لك دكتور نائل قبل ما ناخذ معنا مكالمات المستمعين, مي كنتكلموا على الحساسيه. انا بصراحه يعني بصفه خاصه وهذه شهاده لنائله بصراحه, فاش يلاه زاد عندي ولدي كنت كنفكر دائما كيفاش خصني نعتني بلابو ديالو, شنو هي لاكام اللي غتناسبو, شنو خصني ندير له الطياب مثلا ديال لي كوش الى غير ذلك. فانا الى عطيتيني دي زاستو سامبل, يعني ماشي داكشي كومبليكي, وخدي هاد لاكام الفلانيه وديري هادي وفعلي هادي وتركي هادي, كام عاديه بطريقه عاديه. حتى لي سوان ديال 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 لاكوش انا استغربت شنو وصفتي ليا, وفعلا الحمد لله دازت الفتره كلها هي مزيان, عمرنا ما سينيالينا شي مشكل الحمد لله في هذا الباب هذا. كثير من الناس كيكون عندهم تخوف مثلا, اي انا راه غادي نقابل لابو ديال ولدي ولا كذا, ولكن راه لي غام تيكونوا غاليين, راه الادويه كتكون غاليه, راه التتبع الجلدي كيكون غالي, والناس عندهم هذه المساله على التتبع الجلدي. اي واحد عنده مشكل جلدي تيقول غنمشي عند طبيب راه ساكوت, راه غاليه المساله, شنو كنقولوا لهم؟ الوغ بالنسبه للاطفال اللي عندهم الحساسيه الجلديه كتكون عندهم البشره الناشفه, الاطفال الاخرين اللي ما عندهمش مشكل ما كاينش مشكل, يعني نقدروا لي كام اللي غنستعملوا ليهم غتكون من البيدجي الصغير حتى البيدجي الكبير, داك الساعه على حسب كل واحد والاختيارات كل واحد. باغ كونتخ هاد الوليدات اللي البشره ديالهم ناشفه نورمالمون ما خصهمش يستعملوا المنتوجات اللي فيها الريحه. دونك كنحاولوا ان لو جيل اللي غنغسلوا به لو كور ديالهم ما يكونش فيه الريحه نهائيا, خاصو يكون ميدم, لان شنو اللي خصنا نعرفوا؟ نعرفوا بان عندهم الحيمه ناشفه بزاف. نعم. يعني ما كاملاش في من ناحيه هذوك لي ليبيد اللي خصهم يكونوا فيها. الوغ ملي كتكون هذيك الحيمه ناشفه لا فونكسيون, اهم فونكسيون كاينه في الجلد وهي لا فونكسيون باريير, يعني ديك الحمايه وداك العازل ما بين ما هو داخلي وما هو خارجي ما كتكونش مقاده 100%. يعني غنتخيلوا بحال الجلده ديال هاد الوليدات كتكون مثقبه كتدخل وبحال شي عيار اللي غيجبد لينا بزاف المشاكل. غادي تجبد لينا مثلا الغبره, غادي تدخل لهذيك البلاصه, الخمله. علاش هاد الوليدات خصهم يكونوا كينعسوا ولا كيدوزوا الوقت ديالهم في اماكن ما فيهاش الغبره؟ دونك دائما الوالدين خصهم يدوزوا لاسبيغاتور باش يحيدوا الماكسيموم ديال الغبره, يحاولوا حتى في الاتات ديالهم ما تكونش مثلا الطابيات اللي غتشد لهم الغبره بزاف, ما يكونش الريدوات اللي دابا كاينين الريدوات اللي بحال كيبانوا بحال البلاستيك اللي كيتمسحوا مزيان ويقدروا يتمسحوا يوميا, هادشي اللي خصو يكون في الدار مثلا الوليدات. ليزار ديالو خاصو يكون ديال القطن, لوغيه ديالو حتى هي تكون تاع القطن 100%. نحاول ما نغطيش بالمانطا باغ اكزومبل, غنغطيه بلاكوات اللي ما فيهاش داك الفريتيتات, اي
حاجه غادي تشد الغبره غادي تزيد عليها اكزاكتومون الحويجات ديالو. يعني هذه المساله الا قلتي لنا الا ديال الخمله هما الوليدات الصغار اون جينيرال شي يكونوا صغيورين حتى ممكن يبقاو قابطين يديهم ومزيرين عليها كنلقاو شي حويجات ما بين يدياتهم كنحيدوها. الوليدات اللي عندهم الجلد عندهم مشكل ربما الحساسيه كتكون عندهم زايده شي شويه ديك القشيره وداك الشيء اللي كيكون وي كتكون الحمى ديالهم ناشفه دونك سي فغي كل خمله دايوغ كنشوفوها من الوليدات فاشله كيتزادوا كيكونوا قابطين يديهم وكيبان لنا ان المسائل كتجمع لهم في اليد ديالهم دونك سكي في الوليدات اللي خصنا نحاول نبعد عليهم جميع المسائل اللي غادي تدخل وغترسب في الغبره. تكلمنا على الخملات امام اللعاب نحاول نختار لعاب اللي ما كتشدش الغبره بزاف واللي ما غاديش تكون مصوفه ناخذ دابا الحمد لله كاينين دي برودوي كيتسموا ايبو اليرجينيك حتى في اللعاب ديال الاطفال ولا لي دودو باغ اكزومبل الحوايج ديالهم خاصني نصبناها من الاحسن وماشي من الاحسن ضروري بسافون دو مارسي داك الساعه سافون دو مارسي يا اما باليد يا اما بلا ماشين دابا الحمد لله كل شيء ولا موجود نتبعد على الحوايج ديالهم انني نزيد فيهم دوك المرطبات الملينات المسائل اللي كتطلق الريحه حوايجهم خصها تكون قطنيه 100% لداخل كله حتى باغ اكزومبل دابا في قصه البرد البنيوتات ولا حتى الوليدات ما نلبسهمش دوك اللبان اللي فيهم الصوف بلوتو لي ليكينز لان كيكونوا تاع القطن حتى ما نسخنهمش بزاف لان حتى سورتو في الاول الا عودت انني غنسخنو صافي خصني نبقى دائما نسخنو وهما ما كيستحملوش لان البشره ديالهم ماشي كامله 100% ما كيستحملوش حتى السخونيه والعرق ديالهم ما كيستحملوش دايوغ كنشوفو سوفون ان الوالدين كيولدني كيكون كيجري ولا كيسخن كيبدا يحك دونك العرق ديالو ما كيستحملوش من بيان سور ما يمكنش ما نهضروش على لا سيكاغي التدخين والدور ديالها اللي ماشي مزيان في هذه الحاله ديال الاطفال لي بلانط وتو سكي نباتي في الدار ما خصوش يكون حيوانات المنزليه الاليفه ما خصهاش تكون بحال لي شا لي شيا الفريخات الساس ايفيتي لان الا حافظت على الوليد في هذا السن غادي نقدر نحميه باش تولي فيه حساسيات اخرى ماشي غير ديال الجلد وباش حساسيه الجلد ما تطورش اما الا بقى في واحد لونفيرونمون اللي عامر بهاد المواد اللي كنسميوها حنا لي زاليرجين دونك عول على انه من بعد غيوليو فيه حساسيات اخرى وغتبان فيه ماشي غير في الجلد ديالو ولكن في اماكن اخرى بحال العينين بحال النيف بحال الحلق وكذلك الصدر اللي هو مرض الربو. ناخذوا معنا مكالمه دكتوره نائله هذه المره معنا ام ادم من فرنسا. صباح الخير يا لاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. صباح الخير وصباحكم بروك. مرحبا بلاله الاحوال طيبه على خير؟ الحمد لله ربي يخليك. عندكم شي برد؟ بزاف. ايوا الله يعينكم راه حتى المغرب بارد هذا العام. امين. الله يخليك عندي واحد الوليد عنده 7 سنين وصافي دوزو هادو تيخرجوا فيه شي حبيبات كاينين اللي عرف هادو في الرجلين في هذوك اللي كل وفي اليديات وفي الرجلين ودابا طالع لي 11 هذاك الشفه ديالو العليا فيه شي حبيبات صغار بيضين. الوغ هادوك الحبيبات الشفه العليا بوحدهم كيبانوا لك لداخل في الشويربات من الفوق وتيخرجوا يمشيو كاينين غير كدا كيسميتو تيخرجوا يمشيو مره مره ولكن هادو اللي في الرجلين وفي اليدين صافي دوزون ديتو عند لي ديغماتو عند لي بيدياتر تيقولوا لي ماشي شي مشكل ودابا بديت صابون تندير لي ان صابون نوتر وي. ولكن باقي مشكل ما كيبراوش هاد الحبيبات اللي عنده ما تيبراوش ما كيحيدوش كاريمون لا درت لي واخده لي لي كريم وكلشي ما كيحيدوش اذا ماشي الحساسيه الجلديه ما عندوش الحكه ما عندوش لا ما عنده حتى حاجه ما عندوش وي دوك شي حوايج يمكن المشكله هو اخو دابا الكبير عنده 9 سنين ونص تا هو بدا يخرج لي وخفت لي يكون هذا الشيء معدي واش هادو عبارة عن داش بقع بيضاء ولا عبارة عن حبوبات حمرين؟ بحال كسكسو كدا فيه حبوبات صغار صغيورين بحال غير نشوف يد الجلد بحال نشوف يد الجلد ولكن كان قلت ما غسلت ليه دابا كاع البر تندير لهم الدوش دو فوا باغ سومين غير الدوش ماشي البان الوغ ديجا الا كانت بحال هكا بحال الشكل ديال الحبيبات القضيه ديال العدوى ما بينه وما بين الاخ ديالهم نو ماشي العدوى بلوتو ان عندهم نفس البشره ديالهم ناشفه كتحسي بان البشره ديالهم ناشفه الا ما دهنت ليهم البشره ديالهم كتبان هكذاك بحال الجلد ديال الحنش دونك ناشفه بزاف الوغ مزيانه الطريقه اللي كتمشي بها ستادير كتغسلي ليهم بان صافون من الاحسن ما يكونش نوتر من الاحسن يكون مية دم ودابا لي كام راه كاينين بزاف في المغرب ولا اون فرونس لي كام ديال البشره الحساسه حنا كنتكلموا اليوم على بشره اللي حساسه اما بشره عاديه راه كاين شي ياخذوا اشياء عاديه راه ما غاديش هذه بشره حساسه ولا بشره جافه جدا حساسه وجافه دونك كنهضروا على الحساسيه الجلديه الحساسيه الجلديه عند الاطفال كتكون دائما على
على بشرة جافة، ما يمكنش تكون على بشرة نورمال عادية. أما بالنسبة للدم ما كنتكلموا عليه حتى كتوصل ديك قبل المراهقة فين كتبدا لابوكات الدم. ألوغ ملي غنختار لي برودوي غناخذ ديال البشره الحساسه، يعني ما غيكونش فيها الريحه، ما غتكونش فيها مواد حافظه، ومن الاحسن عند هاد الاطفال شي حاجه ميد ما ماشي تا نوتر ميد ما، لان في الحمام ولا في لادوش غنقدر نعاونو بعدا باول حاجه غنغسل ليه بها لو كور ديالو الا كانت ميد ما غتكالمي ليه الحكه. ودابا بزاف تاع لي برودوي كاينين والحمد لله كيبقاو متمكنين ملي كنتمكنوا عليهم، سيتادير في لي غام اللي كاينين مثلا سيفغي كو الجلد كاين بزاف تاع لي غام اللي غاليين شويه، مي بالنسبه للاطفال في هاد السن وهاد المشكل الحمد لله ان مترفقين في لو بري. حتى انا الجلده ديال الطفل في هاد السن كتكون صغيره، دونك برودوي غيكون فيه مثلا 400 مليليتر ولا نص سيترو غادي يكونوا قرعات كبار. يعني العمان غنعومو غير في الدار، دوينه عاوتاني قبيله قالت لك غير لا دوش سي تري بيان، لان لو بان سخون بزاف ماشي في صالحهم. هاد الوليدات خصهم يعوموا في ساعة سيتادير ما يفوتوش واحد 15 دقائق، ما يبقاوش في الماء بزاف، والماء ما خصوش يكون سخون بزاف وما يكونش بارد بزاف، يعني يكون متعدل في درجة الحرارة ضروري هذه المسألة. وبسرعة يعني غادي ندير له في الشعر ديالو مثلا ان شامبو، من الاحسن ناخذ شامبو اللي حتى هو ما فيهش المواد الحافظه، ما فيهش لو بارفان، وموجودين دي غام الاطفال بدون هاد المسائل. وغندوز ليه مثلا لا صافونيت على الحيمه ديالو اما بيدي ولا بشي خريقه رطبه ديال الفوطه. ما غنتكلموش على ان الحكان غير ضروري، بالعكس غادي يكرفس الوليد في هاد السن اللي عنده الحساسيه. نائله انا من نهار عرفتك نائله وانت ضد الحكان، هاد المسألة هادي كتأكدي عليها بأنها كدير مشكل بطبيعة الحال، مشاكل جلدية. يعني هاد المسألة هادي كيخصها تكون بطبيعة الحال باستشارة طبية، واللي طبيب فاش الطبيب تيقول ما نحكوش راه كاين ربما سبب اللي كيخلي أنه يقول هاد المسألة هادي. غادي نمشيو ناخذوا معنا بقية المكالمات، غادي ناخذوا معنا أم دعاء من أكادير. مرحبا بك لالا. السلام عليكم لالا، لاباس؟ عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يبارك لالا، كنشكركم بزاف على هذه البرامج القيمه ديالكم. الله يطول عمرك لالا، مرحبا. خلينا عندي واحد الاسئله لازت على خاطرك. تفضلي كلمي. عندي وليد عنده 12 عام وعنده الجلد ديالو ناشفه، الهم ديالو ناشفه، وتيكون عنده صبايا في وجهه صعيبين وفيهم ديك القشيرات صغيور بحال القوب. الحاله وكتجي ليه سورتو في الصيف ولا دايب تلعب كله؟ الصيف شويه ولكن سورتو في هذا الجو هذا البارد كيكون فيه بزاف. شتي في جبهتو عندهم كثار دايرين بزاف وسمعتي الحلقه من الاول زعما على من ضروره استعمال جل يكون ميدام دهني ليه بشي حاجه في البشره ديالو. وشنو السؤال الثاني ديالك؟ السؤال الثاني لله عندي انا بالنسبه ليا بالنسبه للشعر اللي وقع خارج على الموضوع، عندي الشعر ديالي كيكون ناشف، عندي الجلد ديالي انا بحال ولدي كيكون بحال دابا موسخ عادي، وملي كنجي من الحمام ديك الليله ديال الحمام عرفتي كي تنحكو بزاف بواحد الطريقه زعما جنونيه. وخل شكرا لله. مرحبا بكل فرح. مرحبا تفضلي دكتوره نائله. الوغ دائما على التدخل السيده، لاحظتي الاطفال عندهم هذا المشكل كثير. هاد الدواور البيضين اللي كيكونوا في البشره كيعانوا منهم الاطفال بزاف، خاصه فاش كيتبدل الجو. دونك هو اللي كنتكلموا على بلوس القوب كو البهك. الوغ القوب هما لي زيكزيماتيد، هما لي داغتر باللغه الفرنسيه، هما عباره عن ديطاج اللي كيكونوا بيضين وكتبان لنا فيهم واحد القشيره رقيقه، بعض المرات ما كتكونش. البهاق اولا البهاق اوتخو شوز كيكون ناتج على فطريات وكيكون كنشوفوا في الوقيته ديال لي بيسيت والعرق ايتو. الوغ ملي كتكون جلده ناشفه كتعطينا بحال هاد الدوائر. كاين مواد في السوق اللي كتكون فيها ماده ديال الكويفغ ولو زانك، دونك هادشي بدون من 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 نعطيو اسماء معروفه، يعني في لا فارماسي ولا لا باغا فارماسي، المواد اللي فيهم الكويفغ ولو زانك كتكون كتبرد كتصلح بزاف لهاد الانواع ديال الكوب اللي كنتكلموا عليه. يعني ان الامهات يحاولوا وليداتهم يغديو لهم البشره ديال الوجه ديالهم الا كان هذا المشكل مره ولا جوج ولا ثلاثه المرات في النهار ماشي مشكل. كاين عاوتاني لي كولد كريم. شنو هما لي كولد كريم؟ راه هذا ماشي اسم ماده، هذه ماده هي عباره عن واحد الحاجه ميدمه عامره بمواد اللي كتغذي البشره اللي كتدخل لداخل اللي كتصلح بزاف هاد الوقيته ديال البرد وعند البشره اللي كتكون غير ناشفه. نعم
بشرات الحساسه اللي اليوم الموضوع الحلقه ديالنا كيحتاجوهم اكثر، كيحتاجو مسائل اللي غتدخل لهم الجلده ديالهم، اللي غتحاول تعطيهم ديك النقص في ديك الماده ديال لي ليبيد ولي سيراميد اللي ناقصاهم، اللي غادي تدخل في الجلده ديالهم وغادي تعطينا ديك الوظيفه ديال العزل، لان هذا هو الدور الكبير ديال الجلده ديالنا، هي انها كتعزل، ما كتخليش المسائل الخارجيه كتدخل. بحال شرنا بحكم الجاذبيه، هذا الشيء علاش الناس مافاش كيتخيلوا ان لابو ديال الوليدات ديالهم غتكون بحال متقبه مجهريا، وبانها كتدخل بحال شي عيار، غادي يعرفوا علاش الوليدات كيكونوا بوحدهم كيبقاو يحكوا. بيان سور الحكام كنشوفوا بزاف عند الاطفال، بعد البراس ما كتكونش غير السبب نشوف هي ديال الجلد، ولكن اشياء اخرى. يعني ما بقاش مثلا الا جات هاد الوليدات الحكه غنقولوا صافي سي بون، راه الحساسيه الجلده ديالهم اللي جابهم الحكه. تقدر تكون اوتر شوز، تقدر تكون مثلا المرض ديال الجربه، الاطفال كيتصابوا به اكثر من اطفال اخرين عاديين. علاش؟ لان الجلده ديالهم وكاين راه الجربه كتجي زعما ماشي كثيره بزاف، ولكن كيكون ديال مرض معين اللي كان واحد القيصه. كثرات بواحد الصوره كثيره في بعض المناطق في المغرب وحتى في الدار البيضاء كاينه. الجربه هي الحكه ملي كنكونوا كنحكوا، وخاصه كنشوفوا حكه اللي هي عائليه اللي كتجي سورتو في الليل فاش كنتغطاو بالمانطا وكنجرحوا راسنا بلا ما كنشرعوا بالشعر، وفي الغد اللي كنلقاو راسنا كلنا مجروحين، هنا غادي تكون غالبا الحكه. دونك هاد الوليدات الا ولاو كيحكوا بواحد الصوره غير عاديه ماشي بحال في الاول، تقدر تكون شي حاجه اخرى. هاد الوليدات كيجيهم تعفنات جلديه اكثر من الاخرين، دوك التعفنات كتقدر تكون بكتيريا، وهي عباره عن اللي كنقولوا ليها النار الفارسيه، ولا داك الحبوب المقياح، ولا بوكو دو شوز يقدر تجيهم. كتجيهم تعفنات فيروسيه، دونك مثلا التولال اللي كيجيهم اكثر من الاطفال الاخرين، والتولال كنعرفوا كاين بزاف الانواع، سورتو كندويو على التولال ديال هذه المرحله، هذه الفتره ديال الطفوله. كاين داك التولال الناشف اللي كيكون في اليدين وفي الرجلين، كاين التولال الاخر اللي هو دي موليسكوم كونتاجيوزوم، كيبان بحال زيادات في الجسم وكيضيع بواحد الصوره كبيره. دونك كاين بزاف الاشياء كتصيبهم هما اكثر من الاطفال الاخرين. زياده الحميه هي تولال اللي كتبان سورتو عند الناس غلاد. لا ماشي الزيادات، هذوك لي فيغيو الاخرين في لي فورم كيتسموا لي موليسكوم كونتاجيوزوم، بحال طالعين وكيديروا بواحد الصوره كبيره اكزاكتومون، كيجيو حتى هما في الفتره كنشوفهم في الصيف اكثر، كيتعادوا من الاطفال بزاف. دونك هاد الوليدات اللي عندهم حساسيه في الجلده ديالهم اكثر من غيرهم، عاد واحد الحاجه ما نساوهاش وكنشوفوا في هاد الفتره عاوتاني في البرد كثيره بزاف، الحبوبه ديال الصاد او ليغبيس. ليغبيس راه معروف كلشي كيبان ملي كتبان على شكل بقيقيعات عامرين بالماء، اما حدا الفم او حدا النيف او حدا الحناك او حدا العين دي فوا، وكنشوفها في البرد لان هذا الوقت في العام كتكون كثيره بزاف. اتونسيون الاطفال اللي عندهم جلده ناشفه ولا حساسه، الا لبسناهم لان هذا مرض معدي، غنقدروا ماشي غنجيهم غير ديك حبيبه صغيره، غنحتاجيهم في الدات كامل كلها. وكاين هذا المرض وشفناه اللي كتجي الحراره كتطلع، زائد كيبانوا لاسس، زائد الطفل الله يحفظ كيوصلوا واحد المسائل اللي تقدر تكون خطره. دونك اتونسيون ملي تكون فينا حبوبات الصاد اولا ليغبيس، دابا الناس تبارك الله كلشي ولاو كيعرفوها، حنا ما نسلموش على الناس، وهما اللي الناس اللي فيهم من سواء بالغين او الاطفال، يعني كلشي يقدر يتعافى. اكسيمون تجي ديك المبادرات ديال اتونسيون عاتي بلا ما تسلمي لي، راه عندي حبوبات الصاد، ما فيها باس، لان الا اون فوا دخل ذاك الفيروس راه ما عمره ما غيخرج. دونك خصنا نعرفوا هذه القضيه. وكنشوفوا ان تقريبا اكثر من 90% ديال الناس عندهم هذا ليغبيس اللي كيبقى يمشي ويجي، دونك اللي ما كيجيهمش خصهم يحافظوا على راسهم. الوغ ملي يشوفوا شي واحد فيه ليغبيس ما يسلموش عليه، ماشي عيب، لان غنحمي راسي. الاطفال مثلا الاطفال ما كيقدروش، اذا كتجي كتلصق فيه كتبوسو بواحد البوسه كثيره كتبقى فيه داك. كنشوفوا وليدات اللي كتجيهم ليغبيس حدا عينيهم، وعطي حدا العين مشكله عندها عواقب من بعد، كتاثر على القرنيه، كتاثر على بزاف المسائل. نعم دكتور، انا الى انا غنعاود نرجع لمشكل الحساسيه، وركزينا على ثلاثه النقاط اللي هما مهمين في هذه الحاله، هذه الحساسيه يعني، ومن بعد تشخيص طبي ومن بعد المتابعه الطبيه، تخصنا نتفاداو الحكام اولا نديروا لهم الصابون حتى بخرقه حرشه، لان كنزيدوا نخلقوا مشكل كبر، وكنخصنا دائما نرطبوا ديك البشره ديالهم، دائما البشره مرطبه، يعني صباح وعشيه الواحد كيدير واحد لا كريم ايدغاتونت اللي ترطب البشره، يعني هذه خصنا نعولوا عليها في هذا السن، حتى السن تاع 4 سنين 5 سنين وعادي يمكن نقدروا نحبسوا. يعني بحال هذاك الوليد كتعطيه الحليب وكتعطيه الماء وكتعطيه ايدغاتي، خصك ايدغاتي ماشي ان لوكس، حيت مالوغوزمون هاد لي برودوي فهموا على انها سي دو لوكس، حيت مالوغوزمون ما كيرجعوش مثلا في لي ميتشوال وفي لي زاسيورونس، الله يحسن العوان لي جون راه ما عندش دي فوا واحد، كاين جوج ثلاثه اربعه الوليدات باغ اكزومبل، مي عند هاد الاطفال خاصهم هاد الرعايه. والحمد لله راه كاينين دي برودوي مرفقين في لو بخي كوميم، مالوغوزمون ما كيرجعوش، مي ضروريا في هاد السن، لان كيف ما شرنا في الاول الا ما حميتوش راه غيمرض اكثر من القياس. نعم غادي تطور ليه الحاله ديالو، وغيقدروا يبانوا فيه حساسيات اخرى في اعضاء اخرى اللي معقده واللي غتبقى معاه واحد المده طويله.
يعني كيف ما حنا الكبار كنحتاجوا راه حتى الدراري الصغار كيحتاجوا لهذا الترطيب. يعني انت الا كانت البشره ديالك عاديه راه كيخص دائما الترطيب وخاص دائما تنظيف بواحد الطريقه معينه باش البشره تكون تبقى محافظه على النضاره ديالها ومحافظه على الصحه ديالها. غادي نمشيو هذه المره للاسفي معنا لاله السعديه. مرحبا بك لاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه لك والدكتور اللي معك. مرحبا لاله، الله يطول لي عمرك بارك الله فيك. الله يجزيك بخير. بغيت نسولك انا على واحد الوليد عنده 5 شهور. تفضلي. عنده واحد الاسمرار في ظهره بحال شي قوبه بحال شي حاجه. ايوا من امتى هو فيه؟ تقريبا كره شي شهرين هادي. ايوا ودوزتي ليه للطبيب؟ ديتي للبيدياتر ولا؟ لا مازال ما ديناش للطبيب. لا حتى حاجه، مره كتبان ومره كتحيد. واش كتبان بحال شي كتنفخ وكترجع ولا بحال فيها القشره والحمريه؟ فيها الحمريه. لوش بحال دوك التحيمات هذوك الفريزات اللي كنقولوا ديال الاطفال بحال التحيمه بحال خارجه من الداخل بحال الفريزه كتعرفي هاد بحال داك الشكل دوك ماشي شي حاجه حمراء فيها القشره وكتاكلو كنحس بيه بحال كتاكلو ملي كنحكو عليه بحال كاني كنحس بالدري كيتشد. ومن الاحسن انك تدي للطبيب. علاش؟ لان دابا بطريقه بحال هكا ما يمكنش لينا نشخصوا بوتيتر ماشي حساسيه جلديه اللي كنتكلموا عليها. الوليد عنده 5 شهور، كاين شي مسائل مثلا كاين تحيمات. علاش حنا كنسميو تحيمات واخا هاد الكلمه ماشي صالحه اننا نبقاو نيتيليزيوها، مي هما كنربطوها بشي حاجه كتبان مع الزياده، ماشي ان الام توحمت على شي حاجه وخرجتها في الوليد ديالها. خصنا نحيدوا هاد الفكره لان خاطئه، خلقت بزاف المشاكل في علاقه الامهات بوليداتهم. سي با سا جوسكا مانتنون ما كاينش هاد القضيه ديال الام كتشهى شي حاجه وغتبان ليها في الوليد ديالها. الوغ حنا مازال كنقولوا تحيمات غير باش نوصلوا للكلام للمستمع ديال انها شي حاجه عندها علاقه بالزياده. كاين ديطاش حمرين كيبانوا كيقدروا ما يكونوش النهار الاول فاش الطفل ولا النهار الثاني ولا النهار الثالث، كيبداو حتى مثلا الشهر باغ اكزومبل عاد كيبان شي بلايص حمراء واللي كتبقى تنتفخ وكتعطي واحد الفوليوم واللي كنسميوها بحال الفريزه بحال هذا. دونك واللي وحنا كنعطيو الشخص كنقول لك التحيمه ديال الولاده دابا تحيد. كاينين وي الوغ كاينين شي تحيمات اللي كيحيدوا فعلا، غير هو دائما لان هادشي ما غاديش نعرفوه بوحدنا، نمشيو عند وسوفون الاطفال في هاد السن كيكونوا عند البيدياتر. يعني كيمشيو باش يجلبوا كيمشيو باش يشوفوا النمو ديالهم. دونك اغلبيه الاحيان دونك ملي كيشوف الطبيب وكيشخص هاد السن كيبقى يحضي واش هاد المساله كتكبر، واش جات في شي بلاصه اتونسيون، لان واخا هي حميده وغتمشي مي جات فواحد البلاصه اللي غادي تعطل لنا النمو ديالها، بحال مثلا جات لنا فوق الجفن تاع العين، الا جات لنا فوق النيف، الا جات فوق الشفه حدا الودن. دونك هادو مناطق اللي خصهم يديفلوبو مع السن. الا هي بقات ثقيله ومثقله لنا على هذيك البلاصه ما غتكبرش بالصوره اللي خصها تكبر، من بعد غيولي عندنا بلاصه ناقصه وبلاصه زايده. العين الا جات في الجفن الفوقاني وطاحت العين والوليد ما كيقدرش يحل العين وغيلقى مشكل في الشوف من بعد. دونك هادشي غنعرفوه مع الطبيب اللي كنمشيو نفيزيتوه في هاد الوقيته ديال السن ديال الاطفال. الوغ بالنسبه لهاد الحاله بهاد التشخيص اللي تكلمات حيت قالت كتنفخ كتفش كتحكو، ممكن تكون حساسيه، ممكن تكون فطريات كتجي للاطفال تقريبا كتبداهم ديك السن تاع 0 حتى 3 شهور، وهي عباره عن ماشي حساسيه جلديه ولكن التهاب دهني للجلد، غنتكلموا عليه ان شاء الله في حلقه اخرى. ممكن تكون تحيمه وهي بالنسبه لها ما عارفاش واش تحيمه، كتبان لها الا الدربكا الا غوت الا كان شي بلاصه سخونه من بعد كتبان لها غبرات. الوغ من الاحسن ان شاء الله في الزياره لابروشين ديال الطبيب ديال الاطفال نهضروا على هذا المشكل ولا نشوفوا طبيب الجلد مباشره. وعلى اي حال يعني في هذا السن الانسان كيدير وليدات البيدياتر كيدير تشخيص، وفي حاله الا استعصى يعني الامر هو كيوصلك يعني للسبيسياليست ديال او الاخصائي ديال ذاك المريض المعين. يعني هو الانسان في هذه الفتره غيمشي عند طبيب ديال الاطفال، غيمشي عند طبيب الاطفال لان كاينه تبعيات كثيره. في حاله اذا ما شخص المساله وبان له بانها كتستدعي بطبيعه الحال استشاره طبيه مختصه، راه هو كيوجهك بطبيعه الحال لطبيب مختص. كاين اطباء مختصين في الاطفال وكاين اطباء مختصين في العموم اللي يمكن اننا نرجعوا لهم بطبيعه الحال. هاد المره نمشيو للخميسات معنا لاله فاتحه. صباح الخير يا لاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله لاله، الله يطول عمرك، صباح النور. صباح الخير. الله يخليك يا دكتور، عندي واحد البنيته في عمرها 9 سنين. وفي المصطف لقيت هاد البريه الدرب كيتشققوا لها الجلب ديال الفم. وي اها. وكتبقى تحكم لدرجه كتحكم حتى بسنانها. وهي النوع اللي كتبقى عندها ذاك الطريقه اللي كتبقى كل مره دير الدفال في الفم ديالها. تحاول كتحاول تبلل الشفتين ديالها، عندها العاده كديرها بزاف؟ لا. والجليده ديالها كتبان لك ناشفه؟
الزنده ديالها ناشفه ديجا الدرماتو وكانت عطاتها البو ديالها ناشف كانت كدير صابون سبيسيال يعني حتى الدونتيفريس يعني برافو عليك ولكن ما كاينش وي مي دابا هاد البنيه عندها جلده ناشفه سي تري بيان لان الدونتيفريس هو مهم ملي كيكون كثير بالفلور كيكرفس الوليدات اللي كتكون عندهم هاد النشوفيه مزيان تبقاي تستعملي لها داك لو دونتيفريس اللي خالي من بزاف المواد باش تحك السنينات ديالها دابا في هاد الوقيته وانت عارفه بان كيوقع لها هاد الشيء غير في البرد وبحكم حتى المدينه الخميسات بارده شويه دونك غنبقى نستعمل ليها واحد المرطبات الفم ديالها اللي هما ما كيخليوش الفلاحي في الفم اللي غديرهم ثلاثه اربعه مرات في النهار حتى تفوت هذه المده ملي كريم كاكاويت وفيت ماشي فورسيمون يكون فيهم كاكاويت وما كاين داك كريم بحال لومبغ بحال ليكرون ليكرون توتال كاينين دي كريم دو ليفغ كيديروا لك الحمايه ديال ليكرون توتال وي كاين هادو مي بحال دابا هذا عندنا نشوف فيها خصها شي حاجه اللي تيدم ليها سي دي كريم ا ليفغ كيكونوا كاين بزاف تاع الاسماء ودائما غنختار هذاك البرودوي اللي ما فيهش الريحه واللي ما فيهش المواد الحافظه واللي غيدير واحد الدور تاع لا ريباراسيون يعني غيسد لي هذوك الفلاحي وغيلحم لي هذيك الحمه وغادي نستعملوا هذه الفتره من العام سورتو الا كنت عارفه بالضبط اشنو كاين على ما هذه البنيه غتكبر دونك هذه المشاكل تاع نشوف فيها بزاف بهذه الطريقه دورة العين في الفم في اليدين ايتو كنلاحظوا انها كتحسن فاش كتبدا المراهقه علاش لان كيبدا واحد التغيرات كتبدا افرازات تاع ليدام كتبدل النوعيه تاع البشره شيئا ما وما كيبقاش هاد المشاكل بهذه الصوره علاش تكلمت قليله على داك لو تيك دو ليشاج لي تيك دو ليشاج هما كنشوفوا سوفون عند الوليدات الصغار كيبقاو يبللوا الشفتين ديالهم باللسان ديالهم كل عند الكبار وتا عند الكبار كيبقى الواحد كيحاول بزاف كيبقى يدير هاد المساله هاد لا ساليف او اللعاب اللي كنديروا في الشفتين كيزيد ينشفهم ومع البرد عاوتاني داك الشوك تيرميك ما بين حنا سخان في الدار خرجنا ضرباتنا ديك البرد بحال هذوك لي ليفغ كلهم كنشوفوهم كيتحلوا كيتشققوا وكتولي كتبان لنا بحال شوارب اخرى زايده من الفوق ومن التحت وكيبقى هاد القضيه كنشوفوها دايوغ بزاف في المناطق البارده تقريبا داك المده كلها ديال الفتره ديال الفصل البارد لذلك نحاولوا نبعدوا على هاد لوتيك الوليدات ملي غندير لهم ديك لا كريم اللي هي ما كتبانش بيان سور ماشي فيها لون ولا غلوس ولا روج ا ليفغ سي اون كريم ما كتبانش غيتعودوا حتى هما ما يعاودوش يديروا داك لو تيك تاع اللعاب في الشفتين ديالهم وما غتبقاش تنشف الدونتيفريس تاع هو مهم هاد المساله مهمه جدا اي فوالا نعم هاد المره نمشيو للرباط دائما مع لاله فاتحه مرحبا بك لالا اهلا وسهلا تفضلي لاله فاتحه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته كبيرة الدكتورة نائلة الله يبارك فيك شكرا الله يحفظك أنا ولدت واحد البنت ناقصة في الوزن وناقصة حتى في شهور ما كملتش 9 شهور في الديجا كيف تيقولوا وتزادت عندي تطيب بزاف من عنقها من يديها من بين فخادها من أي بلاصة فيها تنية كطيب ليها شحال عندها شهر دابا؟ دابا عندها 14 عام تبارك الله تبارك الله وين دابا ولا فيها بحال شكل صدى فيا بحال ملي ديتها للطبيب الجلد قال لي عندها التهاب ديال الجلد كدير واحد بوره وكدير فيها القشا وكيبقى ياكل هذاك الحبوب حتى كتولي دايز بالدم وتنقل لها داك الشيء لودنيها وتنقل لها حتى العين ديالها ديك الجلده اللي فوق عينيها هي تنقلت لها تما وعيت بعد هذوك لي شامبو اللي كيخرجوا ليا الاطباء ولا شحال هي كتعاني من هذا المشكل دابا شحال هي كتعاني من هذا المشكل شحال تقريبا عام عامين اكثر شوف سنين ولا سبعه دونك من الصغر ديالها وهي عندها هذا المشكل تاع القشره عندها هذا المشكل ديال الطياب ديال الجلد ابخي ولا لها في راسها هذاك الشيء دابا عرفتي القشره كل قشره قد فرها كتطلعها مرافق كتاكلها كلها كياكلها مزيان وكتنوض لها حتى في المرافق ديالها في رجليها لا ما بقاش كتنوض لها في المرافق ولا طارت ليها لعينيها ولودنيها ما عرفتش واش نوع من الصدفيه ما عرفتش واش كي قالت الطبيبه التهاب الجلد ما نعرف واش الوغ الطبيبه اللي قالت لك واش الالتهاب الجلدي هذيك لا ديرميت سيبوغيك ممكن تكون هذه لان كيف ما شرتي في الصغر ديالها فاش يلاه تزادت وكان عندها ذاك الطياب في الثنايا هذا يعني علامه ديال الالتهاب الجلدي الدهني للجلد اللي كيجي الاطفال في هذا السن تقريبا من ملي كيتزادوا كيبقى معاهم صاحبهم حتى لست شهور تقريبا كيكون كثير بزاف ثلاث شهور
الوغ وحتى دابا ملي كيف ما شرتي هذه 6 سنين ولا في هذيك القشره هكاك في شعرها حدا عينيها يمكن في حجبانها في ودنها غالبا عند الالتهاب الجلدي كنظن ماشي صدفيه صدفيه لان نوعيه القشور ديالها كتكون بشكل خور يا قشره اللي كتكون بيضاء كتلصق على اماكن حمراء ملي كنحاولوا نحيدوها يقدر حتى الدم يسيل كتكون في شي مناطق في المرافق في الرجلين في الراس كذلك تقدر تكون ضايعه في لوكور كله دونك مختلفه ملي طبيب الجلد قال لك التهاب دون الجلد ممكن هو مرض مزمن دابا هذا هو المشكل ديالك واش غتبقي ديري لها الدواء بزاف عييتي من هاد لي شامبوان مي بون ملي كيكون مرض كيفرض علينا اننا نصبروا ليه ونتعايشوا معاه غنصبروا ليه وغنتعايشوا معاه غنحاولوا نديروا اقل حاجه باش نبقاو مرتاحين ومع ذلك ملي غتجي ديك الحاله المجهده اللي ما نتحكموش فيها غادي نمشيو عند الطبيب بزاف الامراض الجلديه هكاك هذا الشيء اللي كاين غنتعاملوا معها بعض الطريقه ما عندناش حلول نهائيه وماشي غير في الجلد كاين امراض اخرى باطنيه روماتيزميه عصبيه اللي مزمنه اللي كتمكن خصنا نرتاحوا غادي تجي واحد النوبات اللي غنعرفوا كيفاش نتعاملوا معها سيتو بالنسبه للالتهاب الدهني للجلد كاينين دابا شامبوانات اللي خصها تبقى ديرهم الاموا ما غيخليوش لهذيك القشره تكون بسرعه خاصه تغسل شعرها مثلا على الاقل 3 مرات في الاسبوع واخا البرد لان قد ما خلاته يتوسخ غادي تكثر ليها القشره اكثر ملي كتكون فيها في ودنيها فوق عينيها كاينين كريمات اللي كيداروا ماشي لي كورتيكويد ما نولفوهمش لان هذوك غيقدروا يعطيونا واحد النتيجه ولكن بعد غيرجعوا لينا بعواقب نقدروا حنا ما نتحكموش فيها بوحديتنا ومن اخص شويه الارتياح لان كنشوفوا هذا الالتهاب الدهني للجلد كيجي أكثر الناس اللي كيكونوا ستريسي معصبين ولا عندهم مشاكل ولا هما نوعيتهم هكذاك دوك نحاولوا نرفعوا عليهم ما نعطيهمش مسائل اللي كتزيد كتعصبهم كوسوا في القرايه ولا في السبور ولا في نمط العيش اللي كيفاش عايشين بعدوا على الصهير على المنبهات على الاشياء اللي كتاكسيتي وكتخلي العقل ايفيي ما كياخذش القسط ديالو من الراحه فوالا سخينا شويه نائله كالعاده دائما كدوز الساعات غير طايره معاك بزاف نصحاب يلا وصلنا للنص سخينا شويه نائله ودائما لقاء ممتع معك وشكرا بزاف بزاف ليك لانك في دائما معطاء بمعلوماتك لاله يحفظك والموعد متجدد بك باذن الله الاربعاء المقبل شرفتك وشكرا لك نائله كانت معنا اليوم دكتوره نائله دراعو اخصائيه الجلد والشعر والاظافر كنشكر مجدي العلامه الادريسي رفقتنا اليوم في الاخراج سميحه شوي استقبال مكالمتكم شكرا لكم مستمعينا على حسن الاصغاء والمتابعه نتشوا عندكم